المعذرة حصلت كم تكنيكال بروبلم. The topic of today is about specialized product. طبعا زي ما عارفين انه الامينو اسيد الوظيفة الاولى لها to synthesize protein. But there are other functions. One of them is to synthesize a specialized product. إذا نصنع من الأمينو أسيد مركبات special. So the overview is the synthesis of porphyrin metabolism. So هنتعرف على مركب اسمه porphyrin. In terms of introduction chemistry و synthesis وعن كتابوليزم إذا تصنيع البورفيرين وفي associated disorder called porphyrias وأيضا الكتابوليزم ال breakdown of porphyrin وفي associated disease called jaundice. إذا هنشوف الأبنورماليتيز هل عندها علاقة بتصنيع البورفيرين أو تصنيع الهيم وهل عندها علاقة بتكسير الهيم. طبعا دي مع كلينيكالي important لأنه حتقابلكم شنو in your clinical practice when you graduated إن شاء الله. So بالإضافة in addition to serving as the building blocks of protein, amino acids are precursor of many nitrogen containing compounds. وهذه جميع المركبات اللي بتصنع من الأمينو أسيد غير البروتين عندها very important physiological functions. إذن الوظيفة الأولى الأمينو أسيد تصنيع البروتين. Additional function of amino acid نصنع منها مركبات نيتروجينية غير البروتين. طيب هذه المركبات include بورفرين. البورفرين يا جماعة هو البيس والأساس للهيم. نيورو ترانسميتر. هرمونز. كرياتين. ميلانين. بيورين. بيراميدين. إذن كل المركبات دي هي ما بروتينات لكن بتصنع من الأمينو أسيد. لكن مع موضوعنا اليوم عن البورفرين. So بورفرين ميتابوليزم. What is porphyrin? Porphyrin is cyclic compound. زي ما هي مركبات حلقية. Bind metal ion. بتربط شوية مع metal ion. The most important one هو الفيروس Fe موجب 2 and ferric Fe موجب 3. أما أشهر مثال بورفرين يعني مع البورفرين الرابط لميتال في الإنسان is called هيم. والهيم هو عبارة عن 1 فيروس أيون بتاع الحديد Fe موجب 2 الرابط لتترا بايرور رينج of بروتوبورفرين 9. إذا يا جماعة في أربع مركبات من تترا بايرور رينجز من النوع بتاع البورفرينز رابطة لشنو للحديد أيون. هيم is a prosthetic group of heme protein. زي ما عندنا كأسا هنعرف في التابل التحت ده عندنا very important heme proteins. فالهيمو proteins دي البروستاتيك جروب لو تتذكروا في الانزيمز البروستاتيك جروبز هي نون بروتين compound bind to the enzymes or protein tightly. وهي مع لما تربط بصورة stable بنقول على prosthetic group. So هذا الهيمة جماعة هو عبارة عن حديد ياتو حديد Fe موجب 2 بيرتبط لأربع بايرول رينجز أربع حلقات اسمه بايرول رينجز. هذا الهيم يمثل يا جماعة prosthetic group for heme proteins.
إذن هو جزء stable من very important protein اسمه هيموبروتين. طبعا أشهر هيموبروتين زي ما بتعرف اسمه هيموغلوبين. فالهيموغلوبين ده وظيفته هو to transport oxygen in blood. مايوغلوبين، مايو من muscle. So this مايوغلوبين موجود في المسل، والوظيفة بتاعته مع to store oxygen in muscle. Also we have what is called cytochrome. تقريبا السيتوكروم مر عليكم يا جماعة في الكربوهيدرات ميتابوليزم، وده involve in electron transport chain. ده مع chain موجودة في الميتوكوندريا مسؤولة عن ال energy production from the reduced equivalent. برضو عندنا سيتوكروم B450، وده جماعة مهم جدا في التعامل مع مركبات اسمها زينوبايوتيك. مثال يا جماعة الدراجز، الأدوية، كل الأجسام يا جماعة زي الأدوية والأجسام الغريبة المفروض بعد ما تدخل البطن يحصل لها شنو موديفيكيشن، بعدين يحصل لها اكسكريشن. المسؤول من الكلام ده سيستم اسمه سايتوكروم بي 450 موجود في الليفر. كاتاليزيس دي برضه يا جماعة اكزامبل لهيموبروتين مسؤولة من ال breakdown of hydrogen peroxide، اللي هو يا جماعة واحدة من ال material ال dangerous for the body، لازم نعمل لها reduction. tryptophan pyrrolase ده يا جماعة important في ال oxidation of tryptophan. إذن دي كلها example لهيموبروتين الموجود فيها الهيم، والهيم ده يا جماعة هو أساس البورفرين. طيب جيس هيموبروتينز يا جماعة بتتصنع وبيحصل لها بريك داون رابيدلي. إذا every day في تصنيع وفي بريك داون الهيم. For example 6 to 7 جرام of hemoglobin. هيموغلوبين هي معدل موجود في الار بي سيز، وبنقول لنا الأكسجين بتتصنع each day to replace the heme loss through normal turnover. زي ما بيحصل بريك داون لستة لسبعة جرام من الهيم every day every day. So now we move to porphyrin chemistry. Porphyrin chemistry. طيب بورفرين كيمستري، انتو متابعيني؟ الصوت واضح؟ just you can write in the chat. كويس، ممتاز. طيب هنتكلم شوية على الاستراكشر بتاع البورفرين. انتو طبعا يعني ما هنتكلم في ديتيل، لكن لازم نعرف some general aspects about this. Just have a look عينو جماعة ال picture السلايد دي ونشوف الأهم points الموجودة فيها. زي ما قلنا البورفرين هي سايكليك، هي حلقية، وهي فورم باي الارتباط بتاع فور بايرورينز. والارتباط ده يا جماعة بيحصل ب تايب اوف بوند اسمها ميثانيل بريدج. طيب لما يرتبطوا مع بعض بيحصل يا جماعة substitution of 8 hydrogen in the porphyrin with different side chain. إذا الرابط ده يا جماعة بين الرنجة الأولى دي والرنجة الثانية دي اللي هي دي ميثانيل، وبين الثانية والثالثة، وبين الثالثة والرابعة، وبين الرابعة والأولى. طيب أي واحدة في البايرور رينجز دي يا جماعة بيكون عندنا هنا في side chain. إذن عندنا سايد تشين واحد واثنين في الحلقة الأولى، ثلاثة وأربعة في الحلقة الثانية،
خمسة وستة في الحلقة الثالثة، والسبعة والثمانية في الحلقة الرابعة. أوكي؟ طيب، عادة يا جماعة، الرينج زي ما قلنا ليبل بالأرقام الرومانية 1 2 3 4، دي اسمها التترابايرولينز. أما الأرقام 1 2 3 و4 دي اسمها السايد تشين اللي كانت هيدروجين and now replace by another one. طيب، أما الميثانيل اللي هي اللي بتربط جماعة between any rings، والثانية فدي يا جماعة ليبل بالحروف ألفا بيتا جاما دلتا. أوكي؟ طيب، الثري ستراكشر ديل يا جماعة بتاعت المولكولز very important عشان نفهم الميديكال سيجنيفيكانس، لأنه بعدين يا جماعة في بعض المولكولز حتزيد وتسبب لنا بعض الأبنورماليتيز. طيب، مثلا عندنا يا جماعه في مركبات في السلسله بتاعت البورفيرين اسمها يورو بورفيرين. فاليورو بورفيرين ده يا جماعه السايد تشين في الاطراف بتاعت الحلقات دي عندنا اسيتات وعندنا بروبيونات. اذا A for acetate B for propionate. فإذا يا جماعة عندنا هنا مركب اسمه يوروبورفيرين اللي هو من اليوروبورفيرين ده ثلاثة، اللي هو في أسيتات هنا بروبيونات، أسيتات في الحلقة الثانية بروبيونات، أسيتات بروبيونات في الثالثة، لكن في الحلقة الرابعة في بروبيونات حتى أسيتات. لو لاحظت يا جماعة معكوس، إذا التسلسل بتاع السايد تشين almost ماشي بنفس النهج أو الاتجاه ما عدا في الحلقة الرابعة. طيب، أما لو نظرنا للمركب الثاني اللي هو برضه في السلسلة الحلقية اسمه كوبرو بورفيرين، ذاك اسمه يورو بورفيرين اسمه كوبرو. فالكوبرو نفس البي موجودة، البروبينات موجودة، أما الأسيتات اللي كانت موجودة دي يا جماعة اتحولت لميثايل. طبعا مع الأسيتات فيه كربونتين يتحول لميثايل اللي هو فيه كربون وحده، فبقى ميثايل بروبيونات ميثايل بروبيونات ميثايل بروبيونات، والاخيره بروبيونات ام ميثايل، لانه ده من النوع شنو سري. طيب، هنمشي لقدام يا جماعه، هنلقى بدل المركبات مكتوب عليها سري نلقى عليها 1. فالاختلاف في 1 اخر حلقه برضه ماشيه بنفس النهج، لو اسيتات بروبيونات اسيتات بروبيونات اسيتات بروبيونات، الرابعه برضه هتكون اسيتات بروبيونات. اما الرابعه لما تكون معكوسه اسيمتريك فتكون معكوسه، فبيبقى اسمه يا جماعه من النوع شنو 3، اسمه شنو من النوع 3، زي ما عندنا بنلقى اللفظ 3 مكتوب في المركبات بتاعه البورفيرين. ذات انديكيت يا جماعه انه الحلقه الرابعه الاورينتيشن بتاع السايد تشين مختلف من الحلقات الثانيه في الاتجاه. اما لو لقيناهم كلهم في نفس الاتجاه فده اسمه شنو يا جماعه؟ اسمه 1. طيب، اذا هنا يا جماعه ده 1 يورو بورفيرين 1 وده يورو بورفيرين 3. لو لاحظنا في 1 اي بي اسيتات بروبيونات اسيتات بروبيونات اسيتات بروبيونات اسيتات بروبيونات حتى في الحلقه الرابعه. اما اليورو بورفيرين 3 فزي ما قلنا هو اسيتات بروبيونات في الاولى، اسيتات بروبيونات في الثانيه، اسيتات بروبيونات في الثالثه، بروبيونات اسيتات في الرابعه. طيب، لكن هذا يا جماعه التايب 3 هو كونتين الاسيمتريك، هو يا جماعه الامبورتنت فيزيولوجيكالي ان هيومنز. اذا يا جماعه اللي بيتحول في النهايه للهيم اللي بنقول لنا الاكسجين، هو شنو يا جماعه؟ هو الامبورتنت، وهو اللي بينقل الاكسجين اللي هو اسمه الفورم بتاعه 3 اللي فيه اسيمتريك في الرابعه. اما جمال ماشي بنفس الترتيب ده، ده ما امبورتنت فيزيولوجيكال، وجوده انديكيت شنو يا جماعه؟ ابنورماليتي. اما النورمال 1 هو شنو يا جماعه؟ 3. النورمال 1 هو 3. طيب، البورفيرينوجين have ring connected زي ما قلنا بميثيلين بريدج. إذا ما عندنا لفظ تاني اسمه بورفيرينوجين، بورفيرينوجينز.
فهي رينجز، رينجز مربوطة شنو بميثيلين بريدج. فهذه يا جماعة لما تكون ميثيلين، لاحظوا الميثيلين دي الاختلاف بتاع يا جماعة انه في CH2 دي اسمها ميثيلين. طيب هذا يا جماعة الميثيلين هو colorless، هو شنو؟ colorless زي ما المركبات اللي بنلقاها ما عندها لون، اسمها البورفيرينوجين اللي هي فيها ميثيلين. اما البورفيرينوجين ده بيحصل له يا جماعة auto oxidation، يعني لو تعرض بس للدايركت اكسجين بيتحول، بيحصل له شنو يا جماعة؟ اكسده، فبيتحول يا جماعة لكلر اسمه بورفيرين. وتلقائيا يا جماعة الحلقة دي اللي اسمها الميثيلين دي بتبقى ميثانيل بريدج. فده يا جماعة أول خطوة في التصنيع. إذا يا جماعة لما نلقى يورو بورفيرينوجين في النهاية دي، ده يا جماعة إنديكيت إن المركب ده كالرلس ما عنده لون. أما اللي بنلقاه بورفيرين ما في جين في النهاية، ده معناه يا جماعه حصل له اوكسيديشن، ده عنده شنو؟ عنده كلر. في زي ما في المركبات دي بعدين بيحصل لها اكسده بتتحول ل بورفيرين. اذا يورو بورفيرين ده يا جماعه ملون كلر، ويورو بورفيرينوجين ده يا جماعه كلر كلرلس. اوكي ده لازم يا جماعه كنا نعرف حبه، معلش ده حبه كيمستري عشان لما نتكلم تاني الامور تبقى شنو واضحه. طيب نمشي لتصنيع الهيم. The major site of heme biosynthesis is the liver. زي ما أهم مكان بتصنع فيه الهيم هو شنو؟ الليبر. ليش؟ لأنه جماعة الليبر بتصنع لنا سيستم اسمه سايتوكروم بي 450، وزي ما قلنا جماعة ده سيستم مهم جدا بيتعامل مع الزينوبيوتيك، كل الفورين ماتيريال في البودي، الدائرة ميتابوليزم عشان يحصل لها اكسكريشنز من البودي. لازم يتعامل معها السيستم ده اسمه سايتوكروم بي 450. وبرضه يا جماعه الميجر سايت ديفينتلي يا جماعه هيكون البون مارو، لانه يا جماعه الاريثروسايت برودوسينج سيلز البريكيزا والخلايا اللي بتصنع لنا المذر سيل للار بي سي يا جماعه موجوده وين؟ في البون مارو، في البون مارو. فاذا يا جماعه لازم الهيم يتصنع وين؟ في البون مارو، لأنه جماعة مثلا الار بي سي احنا عارفين لازم يكون فيها شنو؟ هيموغلوبينز. اذا لو سألنا يا جماعه ما هي الاماكن اللي بتصنع فيها الهيم؟ بتصنع وين؟ في الليفر، وبتصنع وين؟ في البون مارو. في الليفر ليش؟ لانه يا جماعه الليفر فيها سيستم اسمه سايتوكروم بي 450، وده مسؤول يا جماعه عن التعامل مع الزينوبيوتيك او الفورين ماتيريال. اما الار بي سي او البون مارو هي المكان الثاني، لانه يا جماعه البون مارو هو المكان بتاع تصنيع الار بي سي، والار بي سي يا جماعه لازم تحتوي على الهيموغلوبين اللي بنقول الاكسجين. طيب الخطوه يا جماعه الاولى والثلاثه خطوات الاخيره بتحصل في الميتوكوندريا. اذا تصنيع الهيم بيحصل وين؟ في الخطوه الاولى والثلاثه الاخيرات في الميتوكوندريا، وبيناتهم يا جماعه بيحصل خطوات بتحصل وين؟ في السيتوسول أو السيتوبلازم. إذن الهيم سينسيس بيحصل في الميتوكوندريا، وبيحصل وين؟ في السيتوبلازم. طيب ما هي علاقة الأمينو أسيد شنو؟ ليه قلنا جماعة الهيم بتصنع من الأمينو أسيد؟ لأنه جماعة عندنا أمينو أسيد اسمه جلايسين، بالإضافة لإنترميديت اسمه ساكسينايل كو إيه. لو بتذكروا ساكسينايل كو إيه قابلنا في السيتريك اسيد سايكل، هو ممبر اوف ذا سيتريك اسيد سايكل. فهذا جماعه الساكسينايل كوي برضه هو بيجي زي ما درسته في المحاضرات اللي فاتت من البريك داون اوف سام امينو اسيد. فاذا الكوندنسيشن او الاتحاد بين الجلايسين والساكسينايل كوي هي الخطوه الاولى في تصنيع الهيم. اذا يا جماعه الساكسينايل كوي بيتحد مع الجلايسين في وجود يا جماعه البيرودوكسال فوسفيت. البيرودوكسال فوسفيت هو فيتامين بي 6، والانزيم اللي بيعمل العمليه دي اسمه دلتا سوري الفا امينو ليفيولونيك اسيد، او بنختصره يا جماعه الا ALA. فده اختصار عالمي معروف في الهيم سينسيس. اذا يا جماعه الاثنين بيدونا حاجه اسمها شنو؟ دلتا
امينو ليفيولينيك اسيد. وده يا جماعة بيحصل في خطوتين، بيطلع الكوينزايم A في الأول، وبعدين بنكسر كاربونز دايوكسيد بيدينا شنو يا جماعة؟ الألة. إذا يا جماعة أول خطوة تصنيع الهيم ساكسينايل كوي بيتحد مع الجلايسين بيدينا دلتا أمينو ليفيولينيك أسيد أو نسميه شنو؟ ألة. الإنزيم اللي بيعمل العملية دي اسمه ألة سينسيس أو دلتا أمينو ليفيولينيك أسيد سينسيس. وده جماعة الكاتالايز الكوميتيد ستيب، الريجوليشن كله بيحصل في الخطوة دي. طيب مجرد يا جماعة ما يتكون واحد من الألة اللي قلنا عليه اسمه دلتا أمينو ليفيولينيك أسيد يقوم يتحدوا اتنين مع بعض وبيطلع تو موليكولز اوف ووتر، وبإنزيم اسمه جماعة دي هيدراتيز، اللي عارفين يا جماعة دي هيدراتيز إنزيم ريموف ووتر تو ليد تو فورميشن اوف بوند عشان تو جوين توجذر. فإذا يا جماعة ده بيقوم بيديني مركب اسمه بورفو بايلينوجين، اسمه شنو يا جماعة؟ بورفو بايلينوجينز. وده أول يا جماعة هو أول حلقة من الحلقات الأربعة، مش قلنا يا جماعة الهيم أو البورفرين في أربع حلقات بتتحد مع بعض. فأول حلقة هو عبارة اسمها بورفو بايلينوجين أو بنختصره بي بي جي، والبي بي بي جي جاء يا جماعة من اتنين ألا من اتنين دلتا أمينو ليفيولينيك أسيد. زين يا جماعة هذه البورفو بايلينوجين بتقوم أربعة منهم، لأنه الواحدة فيهم حلقة واحدة، نحن دارين أربع حلقات عشان نكون البورفرين. في الأول يا جماعة هي بتكون لينير، وبعدين يا جماعة بتتحد مع بعض تبديني خط لينير اسمه يا جماعة اسمه يوروبورفرينوجين 1، اسمه شنو؟ يوروبورفرينوجين 1. طيب البيعمل الكلام ده يا جماعة اسمه يوروبورفرينوجين 1 سينسيس. طيب عشان نعمله سايكل ونحوله يا جماعة الصورة اللي قلنا عليها ايش يا جماعة؟ الاسيمتريك، اللي هي في الحلقة الأولى يكونوا A B A B A B وفي الأخيرة B A، بيقوم يا جماعة بيخش واحد تاني اسمه 3. فدايما يا جماعة لما نلقى 3 في الإنزيم نلقى فيه 3، معناه يا جماعة بيكون لنا الاسيمتريك في الحلقة الرابعة. اوكي؟ إذا نرجع تاني سريع، اول خطوه يا جماعه انه جلايسين ومعه ساكسينايل كوي ادانا الا اثنين من الالا يا جماعه اللي هو دلتا امينو ليفيولينيك اسيد بيدينا بورفوبايلينوجين، دي اول حلقه. اذا احنا محتاجين لاربع حلقات يتحدوا مع بعض بانزيم يا جماعه اسمه يوروبورفينوجين سينسيز 1، يخليهم يتحدوا مع بعض يبقوا سايكليك. لكن يا جماعه لما يتحدوا في الصوره الاولى بيكونوا في، ولما نلقى 1 معناه يا جماعه مشات بنفس الترتيب A B A B A B A B. فلما نحصل يا جماعه اكسشينج في الحلقه الاخيره الرابعه فيبقى يا جماعه من النوع شنو؟ 3. فبيصنع يا جماعه النوع 1 اسمه يوروبورفينوجين 1 سينسيس، وبيحول لنا يا جماعه للصوره 3 اسمه يوروبورفينوجين 3 سينسيس. زين يا جماعة بعد ده بنمشي لحاجة اسمها من يوروبورفيرينوجين نمشي لكوبروبورفيرينوجين. فالكوبروبورفيرينوجين لو مذكرين يا جماعة قلنا الأسيتات ده اللي هو في السايتين بتحول لميسايل، يعني بنكسر منه شنو؟ كربون. فإذا يا جماعة الإنزيم اللي بيعمل العملية دي بدم هو بيكسر كربون اسمه يوروبورفيرينوجين دي كاربوكسيلاز، اسمه يوروبورفيرينوجين دي كاربوكسيلاز. زين لو لاحظنا يا جماعة هنا ظهر لنا حرف جديد اسمه V أو اسمه Vinyl Group. في اثنين يا جماعة من البروبيونات لو يتحولوا لـ Vinyl Group بالأوكسيديز إنزيمز، فدي بتحول لنا يا جماعة الكوبرو لحاجة اسمه بروتوبورفيرينوجينز. إذا يا جماعة لو أكسدنا البروبيونات في أول تو رينجز في الحلقتين الأوائل بتحول لشنو؟ ل الفينايل فورم. وده يا جماعة بيبقى اسمه المركب اسمه شنو؟ بروتوبورفيرينوجين شنو؟ 3. طيب زين يا جماعة قلنا دي كلهم اللي بنلقاه جين في النهاية ده يا جماعة قلنا colorless وممكن يحصل له oxidation. فلو حصل له oxidation يا جماعة للبروتوبورفيرين
واخر واحد ده جمع البروتوبورفين اللي بنسميه بروتوبورفيرين 9، فده جماعة بيحصل في الميتوكوندريا، والإنزيم اسمه البروتوبورفيرينوجين أوكسيديز. إذا بيحول لنا جماعة البروتوبورفيرينوجين إنتو بروتوبورفيرين. زين فضل شنو يا جماعة؟ لحد أسع البروتوبورفيرين، لحد أسع ما ضفنا الحديد، في آخر خطوة يا جماعة بنعمل تشيليشن أوف أيون فاينالي إز أديد تو ذيس بورفيرين بيديني الهيم، اللي هو يا جماعه البروستاتيك جروب بتاع الهيموجلوبين والميوجلوبينز والكاتاليز والبروكسيليز. الانزيم اللي بيعمل الخطوه الاخيره دي اضافه الحديد اسمه فيروتشيليتيز، من اسمه معناه بيعمل تشيليشن او بيضيف لنا يا جماعه الفيروس، بيضيفوا لنا شنو؟ الهيم. اوكي، اذا يا جماعه لو دارين نعمل سمري، لو مذكرين جلايسين ودلتا امينو لوبيولينيك اسيد بيدينا يا جماعه حاجه اسمها الا، اتنين من الألة بيديني بورفوبايلينوجين اللي هو حلقة واحدة، أربع حلقات من البورفوبايلينوجين بيديني حاجة اسمها هيدروكسي ميثايل بيرين اللي هو دايما لينير فورم دبل إنزيم اللي اسمه يورو بورفيرينوجين 1 سينسيس. طيب لو فضل في الصورة اللي هي شنو يا جماعة، اللي هي السيمتريك يعني ماشية بنفس التسلسل بيسميه يورو بورفيرينوجين 1. ولو حصل له يا جماعه شنو حصل له؟ تغيير في الحلقه الرابعه بيتحول ليوروبورفيرينوجين 3. زين اليوروبورفيرينوجين 3 بيحصل له ديكربوكسيليشن عشان يديني كوبروبورفيرينوجين 3، والكوبروبورفيرينوجين 3 يا جماعه لو حصل له اوكسيديشن بيديني بروتوبورفيرينوجين 3، اللي هو يا جماعه لو حصل له فيرذر اوكسيديشن بيديني بروتوبورفيرين، ده يا جماعه اخر انترميديت اللي بيدخل فيه الحديد عشان يديني الهيم بانزيم اسمه فيرو تشيليتيز، اسمه شنو يا جماعه؟ فيرو تشيليتيز. فزي ما قلنا يا جماعه اول خطوه الما مذكوره هنا بتحصل في الميتوكوندريا، بعد ذاك يا جماعه الثلاثه خطوه الخطوات اللي في النص دي بتتكون في السيتوسول، واخر 3 ستيبس بتحصل وين؟ في الميتوكوندريا. طيب يا جماعه ترجعوا لها تاني بالراحة، الموضوع ما مزعج شديد. فإذا ما عندنا مركبات اسمها بورفوبايلينوجين، عندنا يوروبورفيرينوجين، عندنا كوبروبورفيرينوجين، بروتوبورفيرينوجين، بروتوبورفيرين آن هيم، ونعرف الفرق يا جماعة بين 1 و 3. 1 كلها يا جماعة السايد تشين بتكون بنفس السيمتري، واي في 3 آخر واحدة يا جماعة في اللاست رينج بتكون معكوسة من الباقيات، وده يا جماعه الفيزيولوجيكال امبورتنت دي اللي بتكون هيم شنو في النهايه. طيب كيف بيحصل ريجوليشن للهيم سينسيس؟ على مستوى يا جماعه الانزيم اسمه دلتا امينو لوبيولينيك اسيد سينسيس، ده اول انزيم يا جماعه، وده يا جماعه بيحصل له انهيبيشن بالهيم. طيب معناه يا جماعه لو موجود في السيل او في البودي على طرف هيم ما في داعي نصنع، ما في داعي الانزيم ده يشتغل، لانه يا جماعه الانزيم ده هو بينتج لنا شنو؟ هيم. اذا وجود الهيم بيعمل يا جماعه فيدباك، بيعمل شنو؟ فيدباك انهيبيشنز، بيرجع بيعمل لنا انهيبيشنز. اوكي سو برضه يا جماعه الريجوليشن بيحصل برضه at the level of the enzyme synthesis. طبعا يا جماعه هتعرفوا برضه لما تمشوا في المولكيولر انه يا جماعه حتى الانزيمات دي ممكن نزيد كميتها او نقللها، الانزيمات اللي بتصنع الهيم ذاتها ممكن تزيد او تنقص. طيب مثلا يا جماعه في بعض الادويه بيعطوها زي حاجه اسمها فينوباربيتول، جليزيوفالبين، وهيدانتون، ريزلت ان سيجنيفيكانت انكريز اوف هيباتيك الاسينسيز اكتيفيتي، فدي ما اسمها الدركشن انديوسر، يعني ما بيزيد كميه الانزيم، وهذا يا جماعه الدرك بيحصل لها ميتابوليزم بالسايتوكروم بي 450. في جماعة بعض الأدوية ننتبه إنه يا جماعة هي بتزيد لنا شنو الأكتيفيتي بتاعة شنو يا جماعة الهيم سينسيس باس واي. الدلتا أمينو لوبيولين كسر يا جماعة دي هيدريس أو دي هيدراتيز اللي هو الإنزيم الثاني ده يا جماعة إنهيبيش إن فيري سينسيتيف للهيفي ميتالز، المعادن الثقيلة يا جماعة مثلا زي الليد الرصاص. فإذا يا جماعة لو الزول حصل له لسبب ما حصل له شنو
تعرض للليت. بكره يا جماعه يعمل لنا انيميا. ليش بيعمل انيميا؟ لانه يا جماعه بيعمل لنا انهبيشنز للانزيم اللي اسمه الا دي هيدراتيز، وبرضه يا جماعه للفيروتشيلاتيز اللي هو اخر شنو يا جماعه، اخر انزيم. اذا يا جماعه اخر انزيم اللي بيعمل لنا اخر خطوه بيحصل له انهبيشن شنو بالليت. اذا يا جماعه يتذكروا لو يزول حصل له ليت بويزنينج تسمم بالرصاص، ممكن يا جماعه يؤدي الى انيميا، لانه يا جماعه الهيم ما حيتصنع، معناه الهيموجلوبين شنو ما حيتصنع. اوكي طيب كلينيكالي الامبورتنت شنو؟ عندنا يا جماعه امراض اسمها بورفيريوس. فالبورفيريوس دي يا جماعه هي امراض caused by inherited or acquired، زي ما هي تكون حاجه inherited مورثه، الطفل اللي اتولد بها defect في الهيم سينس، او تكون acquired. بتؤدي لشنو يا جماعه؟ تؤدي ل accumulation و increase an excretion of porphyrin or porphyrin precursor. إذا يا جماعة المركبات اللي في الباسوي ذكرناها جبالك دي لو زادت، أو زاد الاكسكريشن بتاعها، يا بسبب يا جماعة ميوتيشن في الدي إن إيه، في طفرات في الدي إن إيه، وده بيتأدى يا جماعة على abnormal enzyme abnormalities في الإنزيم اللي بتصنع شنو؟ الهيم. طيب زي ما قلنا يا جماعة هي تكون فأكتر اتنين يا جماعة بيزيدوا الآلة اللي هو الاول، او البورفوبايلينوجينز اللي هو المركب الثاني، او يا جماعه الديكريس في الهيم. طبعا يا جماعه لما نزيد الجماعه ديل الهيم في النهايه شنو يا جماعه؟ بينقص. طيب فده يا جماعه نوع بيحصل في البودي فلويد، البودي فلويد على جوه الجسم. او يا جماعه يحصل اكوميليشن لذيس بورفوبايلينوجين ان ذا سكين اند تيشو. فلو حصل يا جماعه في السكين نتوقع انه يعمل لنا بعض التحسس، بعض شنو؟ التحسس. فالبيحصل يا جماعه دايما لو حصل للآلة الاول ده، اول مركب البورفوبايلينوجينز ونقصان الهيم، ده بيؤدي يا جماعه لنيوروسايكاتريك ساينس اند سيمتوم. فبيحصل يا جماعه بعض الاعراض، وبعض الاعراض بتاعت الجنون، وذكروا يا جماعه في بعض الملوك والقياصره في الزمن بتاع العصور الوسطى كان عندهم يا جماعه المرض ده بتاع البورفيريا، وحتى اصابوا بزي الجنون وما كان دايجنوز. اما لو تجمع يا جماعه الانترميديت دي اتجمعت في السكين وحصل لها سبونتينيوس اوكسيديشنز، فبتعمل لنا يا جماعه فوتو سنسيتيفيتي. فشنو يا جماعه؟ مجرد ما يتعرضوا للضوء بيحصل لهم يا جماعه تحسس، بيحصل لهم شنو؟ تحسس. اوكي اذا يا جماعه عندنا تو ميجر ساين اند سيمتومز، يا جماعه تكون نيوروسايكاتريك في تاثير في النيرف، وفي بيؤدي لبعض السيمتومز يا جماعه السايكاتريك النفسيه، وفي بعض منها يا جماعه لو تجمع في السكين البرودكت دي فبتعمل لنا يا جماعه فوتو سنسيتيفيتي، بتبقى شنو يعني؟ مجرد تتعرض للضوء بتدينا رياكشن وبتحصل لنا بروبلمز. طيب اذا يا جماعه الكلينيكال مانيفستيشن البورفيريا ممكن تكون كلاسيفايد ايذر اريثروبويتيك اور هيباتيك. لو المشكلة يا جماعة في الانزيم بتاعت البون مارو بنسميها اريثروبويتيك، لو مشكلة يا جماعة في الانزيم في الكبد بنسميها شنو؟ هيباتيك. اوكي الهيباتيك يا جماعة بورفيريا اللي بتحصل في الليفر كان بي فيرذر كلاسيفايد تو اكيوت اور كرونيك. اذا يا جماعة في بورفيريا بتكون اعراضها حادة بنسميها اكيوت، وفي واحدة منها يا جماعة بتكون بصورة مزمنة بنسميها شنو؟ كرونيك. طيب إذا يا جماعة أي بورفيريا فيها manifestations كبيرة، فهي تكون يا جماعة مثلا دي قلنا بتاعت الليفر، يا acute بورفيريا اللي هو يا جماعة characterized by accumulation of ALA، قلنا المركب اللي اسمه ALA والبورفو بايلينوجينز. طيب فده يا جماعة مثلا دايما بيكونوا زايدين لو الانزيم اللي اسمه يورو بورفيرينوجين سينسيز 1، أول انزيم بيعمل لنا الحلقة، الاكتيفيتي بتاعت يا جماعه ديكريس، الانزيم ده يكون ما شغال، واللي قبليه اللي اسمه يا جماعه الالا سينسيز يكون الاكتيفيتي بتاعته مالها زايده. اذا يا جماعه الالا ده هيقوم يتجمع والبورفوبايلينوجين ما هيقدر يتحول للمركبات الثانيه، ودي يا جماعه نيورو توكسيك، هو اللي يمشي ياثروا على الاعصاب، وبيعملوا لنا برضه يا جماعه اعراض زي الابدومينال بين
ممكن ان ما يعملوا لنا بريفير نيورايتس، النيرف تحصل فيها زي سم سورت اوف انفلاميشنز، والسكليت المصري دي ما يحصل فيها باراليسيس، والاهم حاجه ما في نيورو سايكاتريك، فبتكون في اعراض بتاعه امراض نفسيه. فاذا يا جماعه دايما النوع الاكيوت ده بتكون فيها زي ما قلنا يا جماعه بعض شنو الملوك بتاع اوروبا، في واحد ملك مشهور جدا جاته يا جماعه شنو البورفيريا دي، واتهم انه اصيب بالجنون. اذا يا جماعه لو كانت اكيوت من النوع اللي بيصيب الكبت، لو الانزيم يا جماعه اللي اسمه يورو بورفيرينوجين سينسيز 1 كان ما موجود، حصل له انهيبيشنز او حصل له شنو ما ديكريز في الكميه بتاعته، فده ما بيؤدي لزياده في المركب اللي اسمه الا دلتا امينو ليفيولينيك والبورفوبايلينوجينز، وده اللي ما بيعملوا الاعراض بتاعت النيرف توكسيسيتي ونيورو سايكاتريك. طيب اما يا جماعه الفوتو سنسيتيفيتي دي دايما يا جماعه ريزلت من البورفرين في السكين، فدايما يا جماعه البورفرين دي بتمتص الضوء في الموجات بتاعت 400 نانومتر، ودي يا جماعه البورفرين دي ممكن تؤدي لفري راديكلز، والفري راديكلز ده يا جماعه بتؤدي للدمج بتاع اللايسوسومز، واللايسوسوم ممكن يعمل ديستروي للسكين سيل. فاذا يا جماعه لما نتعرضوا لللايت بيؤدي لسكين دامج سكيري، لانه يا جماعه ديل بيمتصوا اللايت بعد ذاك ما بيطلعوا فري راديكلز بتعمل مشاكل دي كلها. فاذا يا جماعه التجمع في السكين حاجه شنو يا جماعه حاجه توكسيك. اذا يا جماعه كل الاعراض اللي بتجينا يا يجينا في حاله الاكوت بورفيريا التجمع بتاع الاله والبورفوبايلينوجين دي بتدينا اعراض نفسيه واعراض للنيرف وابدومينال بين، او تكون يا جماعه تجمعات في السكين، ودي بتأدي شنو يا جماعة للفوتو سنسيتيفيتي ديو تو سكين دامج بسبب شنو يا جماعة امتصاص البورفرين لللايت ويف لينكس، وده بيأدي يا جماعة لدامج في السكين سيل. طيب في اشهر اثنين يا جماعة بس حديكم تو اكزامبل اكيوت اسمه اكيوت انترميتنت بورفيريا، وده يا جماعة بيحصل مشكلة زي ما قلنا طفرات في اليورو بورفيرينوجين 1. فهذا يا جماعه بيحصل شنو يا جماعه كاركترايز باي اكوت اتاك اوف جاسترو انتستينال نيورولوجيكال اند سايكاتريك، زي ما قلنا يا جماعه في مشاكل بتكون في الجهاز الهضمي، الام والنيرف بتاعته في سايكاتريك، برضه يا ممكن يكون في كارديو فاسكولار سيمتومز. والمشكله يا جماعه انه الاله والبورفوبايلينوجينز اول يا جماعه اول مركبين بدري جدا يا جماعه في التصنيع بيحصل لهم اكيوميليشن، هم بيعملوا الاعراض دي. طيب السيمتوم زي ما دايما بتزيد لو ادينا ادويه زي الباربيتوريت والايثانول، لانه جماعه ديل بيزيدوا تصنيع الهيم، فيحصل يا جماعه اكتيفيشن للباسوي، لكن مع مجرد ما يبدا التصنيع لما نصل الخطوه دي حنقيف، فيحصل اكوميليشن للاله ومعها شنو يا جماعه البورف، وبعدين نجي ديل بتديني الاعراض دي. اوكي، فإذا يا جماعة ده مرض اسمه شنو أكيوت انترميتنت بورفيريا، المشكلة وين يا جماعة في اليورو بورفيرينوجين 1. طيب الكرونيك بورفيريا أو اسمه بورفيريا كيوتانا تاردا، ده جماعة نوع من البورفيريا المزمنة، this is the most common بورفيريا أكثر واحد، هو كرونيك ديزيز of the liver and erythroid tissue. إذا يا جماعة ده مرض بيحصل في البون مارو او الإريثرويد تيشو او بيحصل في الكبد الاثنين، فده يا جماعه بيكون في مشكله في الانزيم بعد اليورو بورفيرينوجين اللي هو اسمه يورو بورفيرينوجين دي كاربوكسيليز اللي بيحول لنا اليورو بورفيرينوجينز ل كوبرو بورفيرينوجينز. لكن يا جماعه فماني فاكتورز بتاثر على الكلام ده، مثلا يا جماعه لو الهيباتيك ايون اوفرلود زادت او الاكسبوجر تو ذا سان لايت، وبرضه يا جماعه الامراض اللي بتصيب الكبد زي الهيباتيتس بي ان سي ان اتش اي في، كلها يا جماعه بتعجل او بتظهر المرض. الكلينيكال اونست يا جماعه دايما بيحصل في العقد الرابع والخامس في العمر، ودايما يا جماعه الاكوميليشنز بيديني كوتينيوس سيمتوم، فدايما يا جماعه النوع ده بيكون شنو يا جماعه بيعمل لنا اعراض
بتاعت السكين فوتو سنسيتيفيتي. السكين شنو فوتو سنسيتيفيتي يا جماعة؟ واليورين بتاعهم دايما بيكون براون ان ناتشرال لايت، بيكون في الاول يا جماعة لونه بني وبتحول لبينك لريد ان فلوريسنت لايت. اذا يا جماعة عندنا نوعين من البورفيريا، واحد اسمه اكيوت انترميتنت بورفيريا، فده يا جماعة المشكلة بتكون في يورو بورفيرين وجين 1، وبتدينا يا جماعة اهم حاجة في سايكاتريك سيمتوم، اعراض بتاعت امراض نفسية. والنوع الثاني يا جماعة اسمه الكرونيك بورفيريا او بورفيريا كيوتانا تاردا، وده يا جماعة شوية المرض يعني نوعا ما اقل، لكن يا جماعة عنده مسببات، واهم عرض بيظهر له يا جماعة اللي اوضح انه بيؤدي يا جماعة ل الكيوتينيوس سيمتومز، يعني في شنو اعراض في الجلد والفوتو سنسيتيفيتي. اذا لو دارين نعمل سمر يا جماعه للهيم سينسيس، يا بيحصل في الليفر او بيحصل في البون مارو، بنبدا يا جماعه بالجلايسين والساكسينايل كو اي، في بيتحدوا مع بعض يا جماعه بيدوني حاجه اسمها اله او دلتا امينو ليبيولينيك اسيد، والبيعمل الخطوه دي اسمها يا جماعه دلتا امينو ليبيولينيك اسيد سينسيس. اتنين يا جماعة من الدلتا امينو ليبيولينيك اسيد ديل بيدوني حاجة اسمها البورفو بايرينوجين، ودي اول رينك حلقة واحدة، والبيمر الكلام ده يا جماعة اسمه الا دي هيدراتيس. زين يا جماعة البورفو بايرينوجين ده اربعة منه متحدوا مع بعض بيدوني هيدروكسيد بايلين، و لما يحصل لهم يا جماعة بيعملهم ده كده اسمه يورو بورفيرينوجين 1. لكن ما لو حصل لهم سايكلايزيشن، لو مذكرين في اخر حلقه بقى في اسيمتري بدي نيورو بورفيرينوجين 3. زين يا جماعه اليورو بورفيرينوجين 3 بيتحول لكوبرو بورفيرينوجين 3، وزين يا جماعه الكوبرو بورفيرينوجين بيتحول ل بروتو بورفيرينوجين، والبروتو بورفيرينوجين بيتحول في النهايه لبروتو بورفيرين، وبنضيف له في النهايه شنو يا جماعه الحديد عشان يديني الهيم. نتذكر يا جماعة انه الخطوة التنظيمية بتاعته يا جماعة بتحصل على مستوى الالة سينسيس، والاخير اسمه الفيلو تشيليتيس. وبرضه يا جماعة ما ننسى انه يا جماعة الليب المعادن التقيلة زي الرصاص بيعمل انهبيشن يا جماعة للخطوة بتاعت الالة دي هيدراتيس والفيلو تشيليتيس الاخير. فلذلك يا جماعة زول لو تسمم بالرصاص بتجيب شنو؟ انيميا. ممكن يا جماعه يكون في inherited enzyme deficiency either في الكبد في الليفر او في البون مارو، فدايما يا جماعه لو حصلت في الكبد بنسميها hepatic بورفيريا، ولو حصلت في البون مارو بنسميها erythropoietic بورفيريا. ففي منا انواع يا جماعه، في حاجه اسمها acute intermittent بورفيريا وبورفيريا كيوتانا تاردا، دي يا جماعه من الاشهر. وفي حاجه ثانيه اسمها hereditary cobro بورفيريا، وهنا يا جماعه في حاجه اسمها congenital erythropoietic بورفيريا، في حاجة اسمها جماعة برضه اسمها بورفيريو كيوتانا تاردا. فده السمر يا جماعة لشنو؟ للهيم سينسيس. اوكي؟ This is the first part اللي هو الهيم سينسيس. Any comment؟ Any questions؟ نوع يا دكتور البرزنتيشن كان الناس الحاضرين معانا دعاء وملاس. واضح؟ واضح جدا. طيب يا دكتور، اذا هنواصل الجزئيه الثانيه، ويل كونتينيو الو يا جماعه الستوري الثانيه اللي هي البريك داون اوف هيم. خلاص صنعنا يا جماعه الهيموغلوبين او كل الهيموبروتينز، وتمت دورة الحياة بتاعتها. Then we are going to break down. طبعا يا جماعة اي مركب في البودي عنده لايف سبان معين، عنده متوسط حياة معين، بعد يا جماعة لازم يحصل له تجديد لسنة شنو الحياة. اذا what occur for the other part. طيب إذا ما هي the second part is the heme catabolism، والحاجة المشهورة معه يا جماعة اسمها الجوندس، المرض اسمه الصفار أو الجوندس أو اليرغان، اسمه شنو يا جماعة؟ اليرغان
اسمه شنو الإراء. طيب كل يوم يا جماعة في 250 ل 300 ميلي جرام من حاجة اسمها البايل بيجمنتس اللي هي يا جماعة اللي هي بروديوس باي كتابوليزم اوف 6 تو 7 جرام اوف هيموغلوبين. اذا يا جماعة الهيموغلوبين ده من 6 ل 7 زي ما قلنا جرامات بتكسره وبيصنع تاني هيموغلوبين، لكن مع التكسر ده بينتج لنا حاجة اسمها بايل بيجمنتس اللي هو ناتج من تكسر الهيم. طيب البايل بيجمنتس ده يا جماعة الكتابوليزم بتاعه بيحصل في ثلاث ستيج، بيحصل في الريتيكول اندوثيليال سيستم، في الليفر، وفي الانتستين. زي ما عندنا سيستم اسمه الريتيكول اندوثيليال وده موجود يا جماعة في ميني اورجانس، وبيحصل يا جماعة برضو بعد ذاك بعد ده بيمشي في الليفر وبعد ده بيمشي وين في الانتستين. طيب في الريتيكول اندوثيليال سيستم يا جماعة الون اوت اريثروسايت اللي هي يا جماعة خلاص العم معمرة اللي اكتملت دورة حياتها بتمشي الريتيكول اندوثيليال سيستم. الريتيكول اندوثيليال سيستم ده يا جماعة موجود في الليفر وفي السبلين في البون مارو. في هناك يا جماعة الهيموغلوبينز بيحصل له شنو يا جماعة لايبريتد، يعني بعد الاربي سيست يكسر بنشيل من الهيموغلوبينز. والهيموغلوبينز يا جماعة مكون من هيموغلوبين، الجلوبين ده بروتين، والهيما يا جماعة هو البروستاتيك جروبس. فالجلوبينز بيحصل له ريموف يحصل له utilization for recesses، ممكن يستعمل تاني للتصنيع. أما جماعة الجلوبين أما الأمينو أسيد بتاعته ممكن نشيل نصنع بها تاني جلوبينز أو تتكسر تبقى أمينو أسيد ونستعمل الأغراض تانية. أما الهيم اللي هو يا جماعة جزء النون بروتين بارت اللي بصنعناه المكون من بورفرين وحديد بيمشي حاجة اسمها المايكروسوم الهيم أوكسيجينيز سيستم. إذا في بارت في السيل اسمه يا جماعة مايكروسوم اللي هو موجود في الريتيكول اندوثيليال سيستم، فبيحصل له يا جماعة هيدروكسيليشن، لازم نضيف له شنو هيدروكسيل جروبس. ومجرد يا جماعة ما أضفنا له هيدروكسيل جروب بإضافة كربون بنطلع كربون مونوكسيد، طلع منه شنو كربون مونوكسيد. مجرد ما طلعنا كربون مونوكسيد لو مذكرين جبال يا جماعة كان في رينك حلقات فبيحصل لها اوبننج وبنشيل الحديد برا. مجرد ما شيل الحديد برا بتكون لنا يا جماعة مركب في الاول اسمه بيلي فيردين، ده الباقي يا جماعة تحت الحلقات بدون حديد. فالبيلي فيردين دي لونه جرين وبعدين ما بيحصل لها ريدكشنز اضافة هيدروجينز وبتتحول لمادة اسمها بيلروبين، والبيلروبين ده يا جماعة المادة الصفراء اللي بتأدي للرغان. زي ما لو زول أي شخص عنده البيلروبين كتير ده انديكيت يا جماعة إنه عنده يرغان وعنده مشكلة في تكسر الهيم، في تكسر شنو الهيم. بعد ذلك مع البيلروبين ده بيمشي للبلط أو بيمشي يطلع لنا سروزة جي آي تي. إذن ده الهيم بتاعنا في شكل حلقي بيحصل له شنو يا جماعة هيدروكسيليشنز. الهيدروكسيليشنز يا جماعة الوظيفة بتاعته انه بتطلع لنا كربون مونوكسيد وبنفك الحلقات دي ونطلع الحديد برا. الحديد بيطلع يا جماعة في صورة بتاعة FE موجب 3 الفريق. فبقى يا جماعة شنو صورة حلقية اللي اسمها بالليفيردين اللي هي مادة خضراء، لو حصل لها ريدكشنز يا جماعة اختزال بتحول لشنو لبيلروبين اللي هي المادة الصفراء اللي هي بتصل لنا في الجوندس. طيب هذا جماعة البيروبين اللي بيطلع اسمه unconjugated وهو جماعة water insoluble. لما نقول يا جماعة unconjugated ما لا بنقصد شنو يا جماعة، هو لا يذوب في الماء insoluble. فده يا جماعة عشان يتنقل في الدم لازم يحتاج لناقل، والناقل اللي بنقوله في الدم اسمه الالبيومين، بروتين اسمه شنو البيومين. اسمه جماعة طبعا اسمه indirect، اسمه شنو indirect، عشان كده يا جماعة هو لأنه بيتفاعل مع في reaction معين اسمه Vandenberg reaction، عشان كده يا جماعة بيسموه شنو indirect وحنتكلم عنه later on. طيب مدام هو جماعة indirect صعب يا جماعة إنه يطلع في اليورين، لأنه يا جماعة حاجة تطلع في اليورين
لازم الإمارة تكون شنو soluble. حتى طبعا الإمارة البيومين ده ما بيواصل معه بيفك منه. فإذا يا جماعة الإندايركت ده أو الأنكونجوجيتد بالروبين ده لا يذوب في الماء ده يا جماعة صعب يصير لنا في شنو في اليورين. طيب لو البلازما يا جماعة ليفل بتاعت البيلروبين اكسيد الكارين كاباسيتي بتاعت الألبيومين. الألبيومين ده يا جماعة عنده كاباسيتي معينة ما بيقدر يشيل أي بيلروبين. يعني لو بيجا في إنتاج كبير للبيلروبين ففي الحالة ده يا جماعة البيلروبين ممكن يسبح ويعبر لنا البلود برين بارير بيمشي يخش يا جماعة للدماغ ويعمل لنا حاجة خطرة جدا يا جماعة يعمل دمج للبرين اسمها كيرنكتراس. اسمها شنو كيرنكتراس ودي بتصير يا جماعة في بعض الأطفال حديثي الولادة. فإذا يا جماعة الخطر بتاع البيلروبين ده يا جماعة اسمه unconjugated ولا الاندايركت ده يا جماعة لو زاد ممكن يعبر سرو شنو يا جماعة سرو البرين سرو البرين اوكي. فلو عبر سرو البرين ممكن يعمل لنا دمج للبرين ويعمل لنا حاجة خطيرة جدا اسمها كيرنكترس. طيب اذا يا جماعة the chief bilirubin في البلط اسمه يا جماعة هيموبيلروبين أو اسمه يا جماعة شنو إنديركت بيلروبين أو اسمه أنكونجوجيتد بيلروبين. في يا جماعة نحن لو شلنا عينة من الدم وحازين نعمل ديتكشن لياتو بيلروبين الموجود فيه يا جماعة هو النوع ده اللي اسمه الأنكونجوجيتد الذي لا يذوب في الماء اللي هو دائما بيكون مربوط وين يا جماعة في الألبيومين. طيب هذا يا جماعه الهيموبروتين الهيموبيلوبينز لو يتعرض يا جماعه لللايت ممكن يتحول لبولر ان ووتر سوليبل فورمز. لذلك يا جماعه لو لاحظتوا في بعض الاطفال اللي عندهم اليرغان يا جماعه بتلقوهم موضوع في الاسره بتاعتهم معرضين عليهم لايت الضوء. فالضوء يا جماعه بيساعد في تحول هذا يا جماعه البيلوبين اللي هو الانكونجوجيتد الذي لا يذوب في الماء لفورم تاني اسمه ووتر سوليبل فورم. طيب الخطوة الأولى زي ما عايزان البيلروبين مثل الريتيكول اندوثيليال سيستم دي موجودة في كمية من الأورغانس ويتكسر سوري الهيم يتكسر ويتحول لبيلروبين بعد يتحول لبيلروبين بعدك ما بينتقل وين للكبد. الكبد يا جماعة بتعمل أبتيك بتتناول الانكونجوجيتد بيلروبين اللي لا يذوب في المادة وبعدك ما بتنقله بفاسيليتيات السيستم وبتدخل لنا وين يا جماعة داخل الأنسجة بتاعتها وبيرتبط لبروتين اسمه ليجاندين. ليجاندين ده يا جماعة بنقول لنا البيلروبين في الأنسجة بتاعت الكبد. زين يا جماعة أهم وظيفة بتعملها الليفر هي بتعمل كونجوجيشنز. إذا بتحول البيلروبين ده الغير زائد يا جماعة لصورة سوليبل وبتضيف له حاجة اسمها جلوكيورونيك أسيد دي بتكون أخدتها يا جماعة في الكربوهيدرات ميتابوليزم. فالجلوكيورونيك أسيد ده بيجينا من الجلوكوز وهي ما بيعمل conjugations أو بيحول لنا البيلروبين الغير زائب في الماء لصورة شنو زائبة في الماء. طبعا ما في انزيم اسمه جلوكيورونايل ترانسفيريس هو اللي بيعمل لنا الخطوة دي. طيب إذا يا جماعة ده اللي بيحصل للبيلروبينز والبيلروبينز يا جماعة ناو بيرتبطوا به اثنين جلوكيورونيك أسيد وبيبقى صورة زائبة. في زي ما البيلروبين ده اسمه conjugated عكس ذاك اسمه unconjugated. إذا ما النوع ده من البيلروبين اسمه conjugated bilirubins والconjugation ده يا جماعة مهم لأنه بيضيف لنا بيزيد لنا البولاريتي أو بيخلي لنا more water soluble تمام. في برضو يا جماعة بعض الأدوية بتزيد شنو النشاط بتاع الإنزيم ده. طيب هذا جماعة الكونجوجيتد بيلروبين هو اللي بيطلع في اليورين هو اللي بيطلع وين في البايل and all the traces go back to the blood. إذا ما بعد ما الليفر عملت الموضوع ده جماعة عارفين إن الليفر بتعمل سكريشن لمادة اسمها البايل أو المادة الصفراء. طيب إذا معظم البيلروبين حصل له كونجوجيشن بيطلع في البايل لكن ما في كمية بسيطة بتمشي وين تمشي وين في الدم. لذلك يا جماعة الكونجوجيتد ده بنقول عليه كولي بيلروبين كولي يا جماعة من بايل لأنه بيطلع وين في البايل وبعدين يا جماعة هو ووتر سوليبل عشان كده اسمه كونجوجيتد شنو
هيموجلوبين. لما يا جماعه لو مشى في الدم بنلقاه ما رابط للبروتين لانه يا جماعه اصلا يذوب في الماء. سو وبرضه يا جماعه في التفاعل بتاعه بيعمل تفاعل دايرك, عشان كده يا جماعه اسمه دايرك بيلروبين. يا جماعه لما نقول دايرك بيلروبين قصدي شنو يا جماعه؟ النوع اللي وصل للكبد والكبد عملت له شنو كونجوكيشنز. وبرضه يا جماعه هذا النوع ما بيقدر يعبر يا جماعه البرين, لانه يا جماعه البلود برين بري بيسمح للنوع الثاني يا جماعه الووتر انسوليبل, لكن يا جماعه النوع الووتر سوليبل ده ما بيقدر يعبر شنو البرين. إذن يا جماعة هذا الكونجوجيتد بالروبين بيطلع في البايل وبيأكتف سيستم ودخط وشنو مهمة. طيب طبعا يا جماعة الكبد بيطلع البايل وبيخزنه في الجول بلادر وبيطلع وين يا جماعة؟ في الانتستين مع الوجبات الفاتي ميل الوجبات الدهنية. طيب زين يا جماعه في الانتستين عارفين انه في حاجه اسمها بكتيريا موجوده في الانتستين هي يا جماعه بتشتغل على البيلروبين ده وحابه بتفكه لنا من الجلوكيورونيك اسيد وبعدك بتشتغل فيه ريدكشن رياكشنز وبتحول لماده اسمها ستيركوبايلينوجين او اسمها يا جماعه يوروبايلينوجينز. فهذه المركبات يا جماعه سكالرلس ما ملونه, فلو حصل يا جماعه سبونتينس اوكسيديشنز والأكسجين أو حاوي بتحول لستيركوبايلين وهو يا جماعة chief pigments في الفيسيس. إذا يا جماعة البيعطلين اللون بتاع الفسحة والبراز بتاعنا يا جماعة هي المادة اللي اسمها ستيركوبايلين اللي هي نتجت يا جماعة من شغل البكتيريا على شنو يا جماعة؟ على الكونجوجيتد بالروبين الوصل وحولته لمادة اسمها ستيركوبايلينوجين. طيب في يا جماعة reductions للبيلروبينز بيحولوا لكم صورة من يا جماعة اليوروبايلينوجين, واليوروبايلينوجين يا جماعة ممكن يحصل له امتصاص بالانتستين ويخش الدم, ولو خش الدم يا جماعة ممكن يوصل وين؟ الكبد. لكن يا جماعة في جزء بسيط منه ممكن يمشي زي ما قلنا الدم ويطلع في اليورين, وده اللي بيعطي لنا يا جماعة اليورين بتاعنا الكلر بتاعه. إذا يا جماعة عندنا مادة اسمها يوروبايلينوجين هي ناتجة يا جماعة من الأكشن بتاع البكتيريا على البيلروبين, ودي بتطلع وين؟ في اليورين. كمية بسيطة جدا بتدينا الكلر بتاع اليورين اللي هو اللون الأصفر. وفي مادة يا جماعة اسمها ستيركوبايلينوجينز اللي بتحول لستيركوبايلين, دي بتطلع يا جماعة مع الستول الفسحة البراس, ودي بتدينا يا جماعة الكلر بتاع شنو؟ بتاع الستول. أوكي؟ إذا مع الكونجوجيتد بيلروبين هو اللي بيصل للإنتستين وبتشتغل على البكتيريا اللي اسمها النورمال فلورا, بتحول لنا يا جماعه ايضا لستيركوبايلينوجين وده بيطلع فيه الستول ده كميه وبيديني الكلر بتاعه جزء بسيط يا جماعه ممكن اسكيب يمشي يخش الدم وبيتحول ليورو بايلينوجين او يورو بايلين ويطلع في اليورين, وده يا جماعه بيديني الكلر بتاع اليورين كميه بسيطه تريس اماونت. طيب إذا يا جماعة ده اللي هي ميتابوليزم, لو زي ما قلنا يا جماعة إنه بيبدأ في الأول كتابوليزم بيحصل يا جماعة في الريتيكول إندوثيليال سيستم بتاع الإسبلين, بتحول لنا بتفصل لنا الهيموغلوبين الجلوبين من الهيم, والهيم يا جماعة بتفصل ليورين وبيلروبينز. زين يا جماعة البيلروبين ده اسمه يا جماعة اسمه إندايركت أو أنكونجوجيتد, فهو يا جماعة بيرتبط في الألبيومين وبينتقل في الدم. لما يتنقل في الدم يا جماعة بيصل وين؟ بيصل الكبد الليبر, والليبر يا جماعة بتقوم بتفصل الألبيومين من البيلروبين, وبعد ذاك البيلروبين في الليبر بيحصل له شنو يا جماعة؟ كونجوجيشن. لما نقول كونجوجيشن معناها نضيف له مادة اسمها جلوكيورونيك أسيد وبقى يا جماعة مور سوليبل ووتر سوليبل. زين يا جماعة بعد ذاك بيحصل له اكسكريشن مع البايل في الانتستين, وفي الانتستين يا جماعه عندنا هنا في بكتيريا, هذه البكتيريا ما تشتغل على البيلروبينز وبتحول لنا يا جماعه ليورو بايلينوجين, وده بيطلع يا جماعه وين؟ في اليورين. طيب وفي بعض منه يا جماعه طبعا بالانتيرو هيباتيك سيركيليشن بيرجع بالبورتال بين وبيلف لنا شنو تاني, بيحصل له امتصاص في الكبد وبيطلع. اما جزء بسيط بيطلع يا جماعه في الستول او بيطلع لنا وين؟ في اليورين. فالبيطلع يا جماعه باليورين البسيط ده بيديني اللون بتاع اليورين اسمه يوروبايلينوجين, والبيطلع البسيط
في الستول في البراس بيديني الكلر بتاع الستول. اذا ما الهيم زي ما قلنا بيحصل له كتابوليزم في الريتيكول اندوثيليال سيستم بيديني بالروبين. البيلروبين بيربط للالبيومين اسمه هيم يا جماعه بالروبين، بيمشي الكبد في الكبد يا جماعه بتفصل الالبيومين منه وبتحول بتضيف له جلوكيورونيك اسيد، والجلوكيورونيك اسيد ده يا جماعه بيطلع مع البايل بيمشي للانتستين، وبعدها في الانتستين بيكمل الستوري دي. اوكي اذا السبلين او الليفر كسرت الار بي سي يا جماعه، او الليفر كسرت البروتينات بتاعت فيها الهيم، وده يا جماعه طلع الهيم من البروتينز، وبعد ذاك يا جماعه الهيم اداني بالليفرتين كربون مونوكسيد وحديد، الحديد طلع البيليفيرتين ده ماده خضره بتتحول لبيلروبين، البيلروبين في الدم بيربط للالبيومين، وبعد ذاك يا جماعه بيصل الكبد، والكبد بتعمل له كونجوجيشن بتضيفه للجلوكيورونيك اسيد، وبعد ذاك بتعمل له سكريشن مع البايل في الانتستين، وفي الانتستين يا جماعه الكونجوجيتد بالروبين ده بينفصل من الجلوكيورونيك اسيد بيديني بالروبين، وبتحول لنا البكتيريا يا جماعه ليوروبايلينوجين واستيركوبايلينوجين. الاستيركو يا جماعه بايلين ده بيطلع في الستول بيديني اللون البراون بتاع الستول، واليوروبايلين بيديني اللون الاصفر بتاع اليورين. اوكي طيب البيلروبين ده يا جماعه بيقيسوه كيف؟ دي بس حاجه بتاعت براكتيكال بحاجة اسمها فاندنبرغ رياكشنز، وفي ده يا معلم البيلروبين is coupled with certain reagents to yield a violet dye. بدينا يا معلم تفاعل معين لما يتفاعل مع بعض reagents. طيب دائما يا معلم في aqueous solution the water soluble، لو كان يا معلم في الماء التفاعل ده الconjugated بيلروبين هو الوحيد يا معلم بيتفاعل، عشان كده يا معلم بنسميه دايرك. زي ما لما نعمل التفاعل ده في وسط مائي، فالنوع يا جماعه من البيلروبين اللي بيتفاعل سريع ده بنسميه دايرك بيلروبين. اما يا جماعه الان كونجوجيت اللي مذكرين انه اللي هو لايزو في الماء، فده لا سوليوبل يا جماعه، ما هيكون ذايب، فما بينفع التفاعل اللي نضيف بعض يا جماعه المواد الثانيه زي الميثانول حتى بعدك يا جماعه يتفاعل لنا، فعشان كده يا جماعه بنسميه شنو indirect dissemination indirect. في جماعة direct و indirect على حسب تفاعله مع الحاجة اسمها الفاندربيرغ reaction. فطبعا يا جماعة الconjugated one هو اللي بيديني direct، والunconjugated زي ما هو اللي بيتحول ل indirect. اوكي طيب الخطورة شنو يا جماعة لو البيلروبين ده زاد عن 2 مليغرام بير ديسيليتر؟ بدينا يا جماعة yellowish discoloration of the skin and mucous membrane، وده يا جماعة المرض ده اسمه جونديس أو اسمه إكترس أو اسمه هايبربيلروبينيميا. في زي ما البيلروبين لو زاد من 2 مليغرام بير ديسيليتر بديني ترسب في السكين وفي العين يا جماعة في الأيز وفي الميوكس ممبرين، وده يا جماعة اسمه مرض اسمه اليراغان أو يسميه جونديس أو اسمه إكترس أو اسمه هايبربيلروبينيميا. الانواع يا جماعه بتاعت الجوندس في ثلاثة انواع، في نوع اسمه هيموليتيك جوندس يعني ناتج عن تكسر زياده في كرات الدم الحمراء، او استركتيف جوندس ناتج يا جماعه عن انسداد في السكريشن بتاع البايل، وهيباتو سيلولار جوندس ده ناتج يا جماعه عن مشكله في الكبد. طيب الهيموليتيك جوندس ده يا جماعه هو النوع اللي هو ناتج عن انكريس هيموليسيس، هيموليسيس يا جماعه معناه تكسر بتاع خلايا الدم، فده بيزيد يا جماعه البرودكشن بتاع البيلروبينز ازيد يا جماعه من الاكسكريتوري كاباسيتي. لو بتتذكرين يا جماعه الالبيومين بيشيل كميه معينه من البيلروبينز، فاذا يا جماعه لو قسنا يا ترى نوع من البيلروبين هو النوع الاندايرك. طيب في الحاله ده يا جماعه الاستيركوبايلين فبيلروبين هيصل للكبد كتير، والكبد يا جماعه هترسله للانتستين، والانتستين البكتيريا هتحول استيركوبايلين ويوروبايلينوجينز، فديل يا جماعة بيبقوا شنو زايدات، فذيس unconjugated bilirubin ما حيقدر يصل يا جماعة في اليورين، فإذا يا جماعة اسمه فإذا لو قست اليورين يا جماعة ما حنلقى بيلروبين، لكن حنلقى يا جماعة البرودكتس اللي بتدي كلر لليورين شديدة اللي اسمها يوروبايلين واستيركوبايلين في الفسحة بيكونوا زايدات. فيا جماعة لو شفنا البراز بتاعه بنلقاه لونه بني شديد، لو شفنا البول بتاعه يا جماعة بنلقاه لونه أصفر شديد. طيب
اما يا جماعه الاوبستراكتيف جوندس ده يا جماعه بيحصل باوبستراكشن اوف بيلوري باسج اذا مع الكبد اشتغلت وعملت كونجوجيشن للبيلوروبينز، لكن يا جماعه ما قدرت تعمل سكريشن للبايل. ليش؟ لانه في حصوه يا جماعه في المراره او في كانسر في البنكرياس، ده يا جماعه بيقفل لنا شنو المجرى بتاع البايل. سو يا جماعه ده بيعمل ريجريتيشن للكونجوجيتد بيلوروبين، يعني البيلوروبين ما قادر يطلع في الانتستين، ما راح يرجع الدم، ولو رجع الدم يا جماعة بيقوم بيزيد من النوع اللي اسمه الكونجوجيتد ده يا جماعة الزايب. فالزايب ده يا جماعة هو اللي بيظهر في البول، فزي ما في الحالة دي البول بتاعنا بيكون فيه بيلوروبين كتير. أما الاستيركوبايلين اللي كان يا جماعة بينتج من شغل البكتيريا ما حينتج، لأنه أصلا البيلوروبين ما قادر يصل للإنتستين لأنه فيه انسداد. فزي ما فدايما يا جماعة البول أو الفسحة بيكون يا جماعة لونهم فيد، بيكون شنو يا جماعة لونهم لونهم كده شنو يا جماعة ما غامض، لونهم فاتح. So urobilinogen disappear from the urine والconjugated يا جماعة bilirubin becomes excreted in urine. ففي الحالة دي يا جماعة لو اليورين قاعد شوية كده بتحول ل dark brown in color. هو يا جماعة في الأول ما في color، لكن يا جماعة لما يتعرض للأكسجين بتحول ل dark color. فإذا يا جماعة دائما الموضوع ده مصحوب بزيادة في إنزيم اسمه الكلاين فوسفاتيز، ده إنديكيت يا جماعة إنه في إنسداد، في إنسداد. النوع الثالث يا جماعة اللي اسمه هيباتو سيلولر، دائما ما بيكون ديول فيرال هيباتيتس، لو في مشكلة يا جماعة التهاب فيروسي في خلايا الكبد اسمه فيرال هيباتيتس. لكن يا جماعة ممكن برضو يحصل ببعض التوكسين، لو زول يا جماعة بياخد بنادول بكميات كبيرة جدا أو كربون تترا كلورايدز أو كلوروفورم، دي كلها يا جماعة ممكن تعمل لنا التوكسيسيتي للكبد. طيب المشكلة هنا يا جماعة إنه الليفر لما يكون فيها باثولوجي ما بتقدر تعمل كونجوجيشن للبلوروبينز، فده يا جماعة بيؤدي لأنكونجوجيتد هايبر بلوروبينيميا. في جماعة البلوروبين اللي بيصل ما حيقدر يحصل له كونجوجيشن، في جزء بيحصل له كونجوجيشن، جزء ما بيحصل له شنو؟ conjugation. فإذا يا جماعة بتلقى في الدم في بعض منا يا جماعة في conjugated وفي بعض منا شنو يا جماعة unconjugated، لكن يا جماعة فبتكون في صورة شنو mix. الاستيركوبايلوجين يا جماعة بيقل لكن ممكن يطلع، يعني ما زي النوع الانسدادي، لأنه يا جماعة هنا الليفر شغالة لكن ما شغالة بطاقتها كلها. والبوس يا جماعة يوروبايلوجين البيلوروبين appear in urine which become dark brown in color. يا جماعة سيمبولي عندنا ثلاثة أنواع أو سبب لزيادة تكسر كرات الدم الحمراء، اسمه يا جماعة hemolytic jaundice، وده يا جماعة بسبب إنه في بيلوروبين وصل كتير. وفي نوع تاني يا جماعة اسمه obstructive، في مشكلة يا جماعة بعد ما الليفر عملت conjugation ما قدر تطلع البايل. وفي نوع يا جماعة اسمه hepatocellular، في مشكلة في الليفر ذاته. اوكي هنا يا جماعه في النوع ده في انزيم اسمه ALT وAST يا جماعه بيوري انه في مشكله في الكبد، بيكونوا زايدات في النوع اللي اسمه هيباتو سيلولر. طيب في نوع تاني يا جماعه اسمه نيونيتال جوندس، ده بيصيب يا جماعه ده بيصيب الاطفال، ودايما يا جماعه بيكون ترانزينت كونديشن، يعني بيحصل في ايام كده وبعد ذاك الامور بتبقى كويسه. السبب دايما يا جماعه بيكون انه الكبد بتاعتهم لسه ما حصل لها ماتوريشن، فالإنزيم سلفية يا جماعة بتكون ما شغالة كويسة. دائما يا جماعة الإنزيم اللي اسمها الجونة بتعمل كونجوجيشن اللي اسمها جلوكورونايل ترانسفيرس، فده يا جماعة مرض بيصيب الأطفال لأيام، وبعد ما يكتمل يا جماعة النمو بتاع الكبد بتاعهم بتكون شنو يا جماعة بيحصل له ديسابير. دائما يا جماعة هو نوع شوية حميد، البيلوروبين ما بيفوت 13 ملي جرام، ودايما يا جماعة بنعرضهم للضوء زي ما مذكرين جبيل عشان يحول لنا الانسوليبل فورم بتاع البيلوروبينز لمور سوليبل، يحصل له شنو سيكريشنز. اوكي سو ذس اباوت شنو يا جماعة ذا سكند بارت اللي هو شنو الكتابوليزم بتاع الهيم اللي هو بيديني بيلوروبينز، والامراض المتزامنة معاه اللي اسمها شنو يا جماعة جونديس، والأنواع بتاعت الجونس. I hope I'm sorry I hope everything is clear. عندكم any questions؟
أي أسئلة؟ أوكي طيب، لو ما في أسئلة شكرا لاستماعكم. I hope we can meet again in other lecture. أوكي صح، كمية المعلومات شوية زايدة كثيرة، لكن إن شاء الله لما ترجعوا تسمعوا تاني للمحاضرة إن شاء الله الأشياء هتكون شنو أوضح لكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم جزيلا.